كنت بفكر اتصل بيك. ما كلمتنيش ليه بقى؟ مش عارفة، يمكن حسيت ان انت اللي المفروض تكلمني. صراحة انا كنت مستني ان انت تكلميني عشان احس ان انا مش تقيل عليك. لا خالص، ده انا بحس انك قريب قوي. قريب جدا ولا قريب قوي؟ ده تفرق بقى. نور، هو انت هتفضل عايش عندك كده على طول؟ صراحة انا مش عايز ارجع للزحمة والدوشة تاني وخبط في الناس والناس تخبط فيا. انا هنا مبسوط. بس انا اوعي تحددي وما تقوليش او لا، او حتى تفكري غير لما تشوفي بعينيكي. هي مش تجربة خير دليل؟ صح، انت عندك حق، انا مقتنعة بكلام اللي انت قلته. اهم حاجة ان احنا مرتاحين بنكلم بعض من غير اي حاجز، وبعدين مفيش اي كلام احنا بنرتبه واحنا بنقوله. انا فعلا ده مريحني معاك جدا. هو انتي بتسمعي فيروز؟ بتحبها؟ طبعا، انا بموت فيها. وانا كمان، الاغنيه دي بالذات بحس انها بتعبر عني. طب خلي بالك من نفسك وهبقى اكلمك وقت تاني. يلا باي. احلى حاجه انك تكون بتعرف انت بتحب حد ولا لا، انك تكون واثق في اللي انت بتحبه. انا اسفه جدا على اللي انا قلته. انا بصراحه عارفه ان انا ما كانش المفروض اقول كده. عموما انا متشكر جدا ليكي. يا ترى بقى، يا ترى انت دلوقتي بتقول عليا ايه؟ لا ولا حاجه، انت اكيد يعني عايزه مصلحه. اه طبعا طبعا، انا كان قصدي المصلحه. وعارفه يعني ان انت مستغرب اللي انا عملته، على اساس ان ليلى صاحبتي الوحيده والمفروض سرها ما يطلعش بره. بس انت برضو يعني دلوقتي بقيت شخص غالي عندي قوي. بصراحه ما ينفعش ابقى عارفه حاجه وما اقولكش عليها. ويا ترى بقى في اسرار تانيه ولا خلاص كده؟ لا الحقيقه خلاص كده. منيرة، انا عايزك تفكري فيا بشكل تاني غير الشكل اللي احنا متعودين عليه. يعني انت فاهماني؟ يعني عايزك تعتبريني شخص قريب من صاحبتك اللي هي ليلى. انا طبعا مقدر شعورك ناحيتي جدا جدا يعني، بس انت عارفه ان الحاجات دي ما بتبقاش بايد الواحد. كتير. هو ايه اللي كتير؟ الساعة داخلة على 12، اتأخرتي. اتأخرتي ايه؟ أنا جيت في نص اليوم وأنتوا ما كنتوش موجودين، نزلت تاني كان عندي شغل. مهما كان عندك شغل لازم تظبطي مواعيدك. أنت جاية من بره ما تسأليش على ابنك؟ أنت غريبة قوي، مش تعرفي أنا عملت معاه إيه؟ كل، شرب، نام، ممغص، مبسوط معايا ولا لأ؟ واضح كده إن أنت مش على بالك الولا. ده شيء يقلقني. مش على بالي ازاي؟ بس وانا داخله عليه اهو. هو فين يا طنط؟ كلو نايمته، نايمته في حضنك، في سريرك، بذمتك كده. انت من يوم ما خلفتيه نام جنبك كم مره؟ حسيتي بنفسه؟ حسيتي بدقات قلبه؟ امال يبقى بينك وبينه حب وود ازاي يا ليلي؟ تعالي شوفي الولا. بالراحة على ترطيف صوابعك، الولا نايم. شفتي يا اختي؟ شفتي عسل النحل دي؟ عارفة يا طنط انا بحبه قد ايه؟ مش بالكلام. والله ما كلام يا طنط، ده حقيقي. انتي سايباه يا ليلي، واللي يحب حد ما يسيبوش يا بنتي. تعالي اقعدي، تلاقيكي تعبانة طول النهار من الشغل. اقعدي يا اختي ريحي. بس انا طنط منيره مش سايباه، انا بره طول الوقت بجيب له حقه. اني مش عارفه انت بتعملي ايه. اني لازم اقعد معاكي قاعده كده على رواقات، اعرف بتعملي ايه عشان اقول لك صح ولا غلط يا بنتي. احكي لك ايه بس ولا ايه يا طنط؟ كل حاجه. مش وقت، مش وقت يا طنط. اللي بيخبي يبقى بيخاف. بس انا من حقي اعمل اي حاجه واي حاجه عشان اخد حقي وحق ابني. غلط، واكبر غلط. مش معنى ان ليكي حق يبقى من حقك تعملي اي حاجه وتفتكري ان الناس هتسامحك وتقول غلبانه ومظلومه. ما كانش قدامها غير كده. غلط يا بنتي واكبر غلط. انا اتظلمت يا طنط بهيره. مش معنى انك اتظلمتي تظلمي يا ليلي. لا معلش،
انا ما ظلمتش حد، بس كل واحد ظلمني لازم يحس ان انا حسيته اكتر. هقول ايه يا بنتي؟ اني وامك السبب وكل اللي زيني. شفتوا ايه منا غير كده عشان تعملوا غيره؟ كل ما افتكر اللي حصل لي في الدنيا دي بكرهها، بكره الناس، بكره البشر كلهم. ليه كده يا بنتي بس؟ تزعليش مني يا طنط بهيرة، انا وماما عشنا عيشه صعبه قوي. زمان لما كان بابا بيجي لنا كنت بهرب منه بدل ما اجري على حضنه، كنت بهرب من نظراته ليا، كنت بكره اشوف الحسره في عينه. هو كان بيتمناني ولد وربنا بعتني بنت. ابويا راح باع ارضه نزل عن حقه وورثه عشان يوم ما اتجوز ما يجيش واحد من بره ياخد كل حاجه على الجاهز ونسي ان ده حق ربنا. انا عشت ايام سودة قوي، احساسي بالياس كان بيقول لي خلصي من حياتك وموتي احسن. كنت بدور على حد من عيلتي عشان اتكلم معاه، عمري ما لقيت حد، لان انا عندي عيله وعيله كبيره قوي كمان، اي حد يتشرف بيها. بس عمري ما لقيتكم، عمري ما لقيت حد جنبي كده، ولا انا غلطانه؟ استغفر الله العظيم، ايه اللي احنا عملناه ده يا رب؟ بدل ما نزرع الامل والحب في عيالنا خليناهم يكرهوا الدنيا باللي فيها، خليناهم يكرهوا ان احنا اهلهم. نحاسبهم ازاي؟ نقول لهم صح ولا غلط ازاي؟ نقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه ازاي؟ أنا هسافر بكرة. أهو هتسيبيني وهتسيبي ساجد بعد ما جبناه من عند ابتسام؟ أنا هاخد الواد ساجد معايا، لازم أعمل حاجة كل أهل البلد يعرفوها يا بنتي. حاجة إيه؟ لما أرجع هقول لك. صباحو. وبعدين يا متر، هنعمل إيه في الليلة اللي إحنا فيها دي؟ مش أنت اللي فاهم في الكلام ده برضو ولا إيه؟ عايز اسمع صوتك خالص، مش عايز نفس، اسكت. لا مش هينفع اسكت، لازم اتكلم عشان تحل لنا المصيبه اللي احنا فيها دي. وانا لما اخرج علي النعمه من نعمه ربي لاخفي الزفت اللي اسمها نجوى دي من على وش الارض. انا اللي طلعت عبيط ومغفل؟ لا مش انت اللي عبيط، هي اللي طلعت بنت كلب ولفتنا وبلفتنا احنا الاتنين في وقت واحد. بقول لك ايه يا هاني؟ أنا عايز أقول لك حاجة تقولها في التحقيق بالظبط، اللي أقول لك عليه تقوله بالظبط. ليه؟ اللي هو إن إحنا ما خدناش حاجة، والشيك اللي دخل في حسابنا ما نعرفش عنه أي حاجة. طب ما ده اللي أنا قلته بالظبط. حلو أوي. أصل إحنا بقى لو سرقنا جمل نسرقه كله مش حتة منه. مش فين؟ إحنا ممكن نثبت إن دي لعبة واتلعبت علينا، وإن الموضوع ده كله متلفق لنا. ما هو مش طبيعي برضو ان انا ادخل من الشيك ادخل جزء منه واسيب الباقي، ادخل مليون واسيب الملايين دي كلها وانا عندي سكه مضمونه 100%. سكه ايه؟ عماد. عماد مين؟ عماد ده المحامي اللي المعداوي قفل له مكتبه، انا هحاول اتفق معاه. لا 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 لا، اهدى لي كده واتقال لي وبالراحه بالراحه كده وتفهمني عشان ابقى معاك على الخط. تعالي هنا. هو انا مش عارفه اتلم عليكي ابدا؟ في ايه يا بنتي؟ كل يوم ترجعي متاخر وتصحي من بدري تبقي في الشارع، ولما ترجعي تاكلي وتنامي. في ايه؟ انت يا بنتي بتهربي مني؟ ايه يا ماما، انا ههرب منك ليه؟ اسمعي، انا عايزه اتكلم معاكي في حاجه مهمه. خير؟ عريس. عريس ايه بس يا ماما؟ مش وقته بقى الكلام ده. مش لما تعرفي هو مين وبيشتغل ايه الاول تبقي تتكلمي. ماما ماما من فضلك انا مش هتجوز بالطريقه دي. مالها الطريقه دي؟ هي دي مش الطريقه اللي انت كنت حباها وعجباكي وعادي كده؟ كنت حباها وعجباني وغيرت رايي. يعني ايه غيرت رايك؟ لا يا منيره، انت مش كل يومين تتغيري لي في رايك. اسمعي يا حبيبتي، انا لازم افهم بالظبط في ايه. انا مش ممكن هسيبك بالشكل ده. يا ماما انا مش مجنونه. مين اللي قال كده بس يا بنتي؟ مين قال عليكي مجنونه؟ ماما ريحي نفسك، انا مش هتجوز الا لما الاقي حد يقرب مني ويحبني واحس ان انا وهو فعلا ممكن نعيش مع بعض، لكن مش هتجوز واحد انا ما شفتوش يجي يتفرج عليا ويقول تمام انا موافق. انت هتجننيني يا بنتي؟ هو في ايه؟ هو نور كلمك؟ نور؟
ده مين؟ اهو نور ده بقى بالذات ما ينفعنيش خالص. نور ده اخره يروح يشتغل حته جرسون في اي حته. ماما انا لا يمكن اتجوز واحد ما عندوش طموح. وبعدين انا منيره اتجوز وحش حاجه زي ده؟ في ايه يا منيره؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ومن امتى كان تفكيرك بالطريقه دي؟ من زمان. من زمان؟ لا مش من زمان، انت كنت فلقاني وقرفاني بحبك لنور وكل شويه نور وبحب نور. في ايه يا بنتي؟ ما انا لازم افهم. انا عمري ما حبيت نور، انا كنت بوهم نفسي بس ان انا بحبه عادي زي اي بنت عايزه احس ان انا بحبه واتحب. ونور هو اللي كان قدامي. اللي كان قدامك؟ انت عارفه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي معناها ايه؟ وعارفه اللي بيقولوا الكلام اللي انت بتقوليه ده بيتقال عليهم ايه؟ ماما ماما حبيبتي انا عارفه ان انت تعبانه معايا، بس ما تقلقيش انا عارفه كويس قوي انا عايزه ايه، وعارفه كويس. انت لا عارفه ولا حاسه ولا فاهمه، وانا غلطانه اساسا ان مشيت وراكي من الاول. اسمعي الكلام اللي انا بقوله هو اللي هيتنفذ، وهتسمعيني كويس قوي، والعريس اللي اتقدم لك ده هتقبليه غصب عنك. لا يا ماما لا مش هعمل كده. غصب عنك هتعملي. انا محدش يقدر يخسرني اعمل حاجه انا مش عايزاها. لا كده كتير، انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ يا بنتي لما اكون بكلمك تسمعيني وتردي عليا. يا ماما من فضلك انا مش عايزه اسمع كده كتير بجد. ماما ريحي دماغك عشان انا مش هعمل حاجه غير اذا كنت مقتنعه بيها. يا بنتي ما انا لو عارفه اللي انت بتقوليه ده صح ومقتنعه بيه ماشي، انما انت لا عارفه بتعملي ايه ولا عايزه ايه ولا فاهمه حاجه خالص. لا يا ماما انا عارفه انا عايزه ايه، عارفه انا عايزه ايه وهوصل له مهما كان. اللي تؤمر بيه ساعتك. لا ساعة واحدة وأكون عند حضرتك. اللي تؤمر بيه يا باشا. مع ألف سلامة. أهلاً أهلاً أهلاً. قلت طالما ما بتسألش عني يبقى أكيد انشغلت. إيه فتحت الشركة والشغل هجم على طول؟ يا سلام شركة إيه؟ طب ده أنتِ أحلى من الشركة وأحلى من أي حاجة. نسيت كل الكلام اللي قعدت تقولهولي ولا غيرت رأيك؟ لا معقول. ما هو لو صبر القاتل على المقتول. ما بلاش حكاية القاتل والمقتول ديت بتعصبني. طب ايه رأيك بقى انا النهارده كنت ناوي اقول لك تعالي عشان تختاري المكان اللي هتجيبي منه الشبكة. بجد يا مختار؟ بجد يا شيماء. أنا بحبك أوي. إيه؟ بحبك أوي. بجد؟ أهو بجد. طب قولي قوليها كمان. يوووه. اتفضل يا سيدي تعال تعال اسمع. ايه خير؟ تعال اسمع الكلام اللي بيتقال لي عشان تتعلم. ايه خير؟ ما ينفعش يا مختار. قوليها قدامهم. مش هينفع. الله يخليك قوليها قدامهم. خلاص 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 من غير ما تقول. عينيها باينه ايه؟ ولا انت عايز تقول ان انت كازانوفا والستات بتموت نفسها عشانك؟ ايه ده؟ وانت ما تعرفش؟ ما الحكايه دي فعلا حاصله اليومين دول بقى لها فتره كده. يا جامد يا جامد. يلا تعال. كويس قوي ان انت جيت بدري، لان انا كنت عايزك عشان نروح مع بعض مشوار كده نخلص فيه الصفقه الجديده. تمام يلا. وبعد كده عايزك تلففني على كل بتوع الساخة عشان اجيب الشبكه بتاعت شيماء. مبروك. بارك فيك. مبروك. طب انا هعمل ايه؟ لا انت مش هتعمل اي حاجه، انت هتقعدي هنا واي حاجه هتعوزيها ترفعي سماعه التليفون تطلبيها هتكون عندك على طول. هقعد هنا لوحدي؟ لا ما انت ايه؟ مش هتبقي لوحدك. انا هنا على فكره. ايوه ما مشيتش لسه. ايوه بصي بقى الفيلا دي بتاعتي وانت بتاعتي. انا واقف لسه يا استاذ مختار. انا بحبك قوي يا مختار. يا جماعه انا واقف. انت احلى حاجه في الدنيا. يا اخي وامشي انت. طيب يعني ما تاجلوا الكلام ده بقى، يعني اجلوا الكلام ده اللي بعد الجواز. ماشي ماشي عم. يلا يلا بينا. مع السلامه. اتفضل يا استاذ مختار. يا استاذ مختار مش كده؟ على فكره كنت وحشاني وكان لازم اشوفك. أول ما خلصت المكالمة خدت العربية وجيت لك على طول، وبقالي ساعة مستني حضرتك عشان تنزلي. أنت مش طبيعي. لا ده أنا في أحسن حالاتي. شكلك مبسوط. غصب عني لازم أبقى مبسوط، أنت مش جنبي.
بعدين طول ما انت قريبه جنبي هفضل مبسوط. بس ينفع كده؟ يعني واخد سكه السفر دي كلها لحد البيت عندي ومستنيني تحت عشان تشوفني؟ كنت وحشاني، اعمل ايه طيب؟ عارفه انا لو كنت لمحتك كده وانت نازله بس هبوس ايدي وشي وظهري وهرجع تاني. والله العظيم كتير عليا. لا مش كتير. طب بتعمل كده ليه؟ بعمل كده عشان ابقى مبسوط. عارفه انا لما بعمل حاجه او في حاجه مثلا عايز اقولها ما بفكرش، ما اقعدش بقى احسبها واقول صح او غلط، اللي في قلبي على لساني انما ده بلغيه خالص. طب انت مش قلقان ولا خايف؟ لا عشان بحبك بجد. انت بتضحكي ليه؟ اصل انا ما تخيلتش انت تقولها لي مره واحده فجاه كده. لا طبعا عارفه وانت معايا ما بحسش بقلق او ما بحسش بخوف، بحس كده ان دماغي رايقه وبعمل كل حاجه وانا مبسوط وبتكلم معاكي باي طريقه تناسبني. بتناسبني انا كمان؟ لا تناسبني انا عشان انا ما بفكرش في الكلام اللي هقوله، وحتى لو قلته ببقى عارف ان انت هتفهميه صح. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت مش مريضه ولا معقده. بقول لك ايه بقى، سيبك اسمعي الاغنيه دي انا هاديها ليكي. ماشي. بالسهولة دي. لا انا علمك بقى، انا من اول لحظة كنت متأكد ان الحكاية هتبقى سهلة جدا وان الحكاية كلها نص ساعة والصفقة تبقى في ايدينا. على فكرة جلال بعت لي مرسال عايزنا اشوفه، اصل هو في الاسم محجوز. طب ما تروح له. انا كنت فاكر ان انت هتقولي لا. لو اقول لك لا ليه؟ روح شوفه عايزك ليه؟ متر تاخد ايه؟ هات لي قهوة مظبوط من فضلك. وانا هات لي شوية تنسون. ايوه بس انا كنت عايز ابقى مع ليلى وهي رايحه عند المعداوي. لا ما تقلقش ولا هتبقى معاها. ايوه بس ما فيش بس ولا اي حاجه. انا عايزها هي تتصرف بنفسها، عايزها تحس انك بعيد عنها شويه. عايزها تحس ان هي صاحبه القرار، هي اللي بتقرر تعمل ايه وما تعملش ايه. انا عايز اخد اجازه. لا لا تاني يومين كده. الايام دي لا. ليه؟ لا ليه؟ شيماء. شيماء؟ السلام اللي بيضحكك يا شيماء بتضحك او كده؟ اصل مش هتسيبك، هتجيبك من اي حته هتروحها. يا عم وماله انا راضي. الله ده انت بتحبها بجد بقى؟ جدا. هو انت ما تعرفش ان انا لا يمكن ارتبط بواحده الا لما اكون بحبها جدا؟ يا سلام، طب ما تكتب لها جوابات بقى. لا يا راجل الجوابات دي لا، بطلت حكايه الجوابات دي، انا هكلمها على الواتساب. ايوه ايوه بص هقول لك لسه كاتبه لي. هتأخر؟ زمان كنا بنظبط الساعة ليه؟ دلوقتي لا حد عارف هو هيجي امتى ولا هيمشي امتى. طب انت شايف ايه؟ ايه الأخبار يعني؟ احنا زي ما قلنا قبل كده، الشركة هنا في جزء منها باسم يوسف، وده معناه ان مدام ليلى من حقها ان هي تستلم ورثها. طيب تفتكر المعداوي هيعمل ايه؟ المعداوي لو جه ولقاكي هنا هيعمل مجزرة. ايه بس هي من حقها يعني دلوقتي تستلم ميراثها وميراث ابنها؟ ما تنسيش ان هي متهمه بقتل ابنه. ايوه. طيب طيب طيب. وصل. انا هروح له. استني بس استني. ايه اللي جابك هنا؟ انا مش جايه لك انت، انا جايه اشوف حقي وحق ابنه. انت ما فيش اي حق عندي. طلعوها بره. اياك حد يقرب مني، واللي هقرب مني هوديه في 60 داهيه. انا شريك اساسي في الشركه دي، واللي ما يعرفش يعرف. انا مراتي يوسف بيه، ابن البيت كبير اللي فاكر نفسه هيكوش على كل حاجه. مش بس كده، انا كمان مخلفه منه ومخلفه ولد، وبقى باسمه رسمي. يعني اللي هيقرب مني هوديه في 60 داهيه. ماشي؟ شيلوها بره. اياك حد يقرب مني. ولاء فندم يا فندم، احنا لينا ايه في الشركه دي؟
بالمعلومات اللي عندي للاستاذ يوسف الله يرحمه كان عنده شركه منفصله تماما عن شركه المعداوي بيه، وتم الدمج بين الشركتين، واصبح الاستاذ يوسف الله يرحمه 50% من الاصول، والاستاذ خالد اخوه 50%. يعني من حقك بما ان انت مراته وام ابنه الاطلاع الكامل على مشروعات الشركه. انا حداسك. ايه ده على نفسك يا معداوي بيه، ما ينفعش تقولي كده قدام موظفينك، ده انا حتى مرات ابنك مش حلوه في حقك دي. لالا عشان تعرفي اني فهمك وعارفه انت بتفكري ازاي. انت ايه اللي جابك هنا؟ كنت واثقه انك لما اتاكدتي ان يوسف متجوزك رسمي هتيجي طبعا تتفرجي على شركتك. شركه ابنك. ولاء ممكن بس تسبقيني انا حصلك؟ باي باي ولاء. طردك طبعا صح؟ طردني. عشان تعرفي لما اقول لك تخليكي معايا يبقى لازم تخليكي معايا. انا مش عارفه هو ليه كده بيعمل معايا. والله انا اللي مش عارفه انت ازاي قتلتي الواد ابنه ده. لا يا شيخ، على فكره بقى مش اي حد بيعرف يعمل اي حاجه، يعني شغلانتك دي بالذات انا ما اعرفش اعملها، مستحيل اعملها. تقوليش بس مستحيل يا لولو. على فكره يا حبيبتي الدعاره مش بالجسم بس. يا لولتي في دعاره تانيه خالص اسمها الافكار المسمومه، مش كده؟ تعالي. ما تخش يا بنت، انتي ضحكت عليا خايفه؟ خش. فيلتك دي يا نجو؟ لحد دلوقتي مش فيلتي، بس هتبقى فيلتي خلال كام يوم. ازاي بقى؟ اصل انا بقى يا لولتي يا حبيبتي تقدري تقولي عليا كده شبه عروسه. الباشا اصله عمال يتحايل عليا يتجوزني، بس انا لسه ما وافقتش بفكر. ويا ترى عارف انت كنت ايه؟ ايه يا بت القدم اللي انت فيه ده؟ ايه اللي كنت ايه دي؟ مش مهم خالص كنت ايه، المهم هبقى ايه؟ انا لا يمكن اعمل اي حاجه وحشه بعد ما اتجوزه. انا وعدته وطالما اديته كلمه يبقى خلاص الموضوع انتهى. هو الانسان ايه غير كلمه؟ طب قولي لي بقى يا حلوه، هيجوزك رسمي ولا لا؟ لا طبعا. يبقى بيضحك عليكي. وماله؟ ما انا هعمل نفسي مضحوك عليا، وهو في نفس الوقت هيبقى عارف اني فاهمه كويس قوي هو عايز مني ايه. تبادل مصالح. لا يا شيخه، انت عارفه يا لولا المشكله فين؟ ان في ناس كده بتحب تعمل كل حاجه، كل حاجه، جميع انواع البدع، بس ما يحبوش يحسوا ان هم وحشين. يعني تلاقي الواحده مثلا متجوزه في السر وهي عارفه انه لا جواز ولا نيله، بس مش عايزه تحس انها وحشه، عايزه تحس بينها وبين نفسها انها سليمه. تناقض. انت بنت سافله. طب في ذمتك مش ده سر حلاوتي؟ وايه بقى؟ طيب انا سبت 5 دقايق. شكرا. انا هقول لك على كل حاجه بالتفصيل. قول. هقول لك تعمل ايه بالظبط ومين كان معاه. هو مستعد يعني يقول كل حاجه، بس بشرط ما يبقاش عليه اي مسؤوليه جنائيه. ماشي. ايوه بس انا اطلع من هنا. هتطلع. انا كنت متاكد ان انت الوحيد اللي تقدر تعمل ده. المشكله تتحل الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. انا مش لوحدي. قول لي هاني هو اللي كان معاك؟ مهم قوي بالنسبه لك؟ على ما اعتقد يعني ان الموضوع ده مش مهم بالنسبه لك. انت المهم ان انت توصل للي انت عاوزه بس، وانا كمان. نجوى ايه اللي جابتك هنا؟ مش قضية بقى اللي جابني جابني، المهم ان انا اطلع من هنا. بعت لك حد من المكتب عندي وهيظبط لك الليلة كلها. انت هتعرض على النيابة امتى؟ النهارده. ما تقلقش. كل الامور هتبقى في ايدي، بس خد بالك انا مش عماد اللي انت تعرفه. انا اتغيرت. انا عارف. وانا مبسوط ان انت اتغيرت. وهتعرف انا اتغيرت ازاي. أول مرة في حياتي أحس إن أنا بحب بجد، مش هزار، مش بضحك على نفسي، ولا إحساس عبيط كده بمشي وراه وخلاص، وكمان مش عشان شكلك حلو. أمال عشان إيه؟ عشان أنت الإنسانة الوحيدة اللي المفروض تبقى معايا في وقت كان قلبي قافل وعقلي هو اللي شغال.
ولما قربت مني حسيت ان انا بجري وراكي ودخلت قلب واحده واحده. طيب ما كنتش خايف ان انا ارفض؟ لا طبعا. بص انا حبيتك عشان عايز احبك، واللي بيحب حد بيبقى عايز دايما يشوفه مبسوط. كنت هتقبل منك اي حاجه ساعتها. حتى الرفض؟ لا ده مستحيل بقى اقبله، كنت هعمل اي حاجه عشان نبقى مع بعض، ان شاء الله اخطفك من بيتكم. فاكر نفسك سوبرمان ولا ايه؟ اعتبريني يا ست زي ما تعتبريني بقى. طيب ومنيرة؟ انت بتزعل لما بجيب لك سيرتها؟ لا طبعا. منيرة هي الحاجة الوحيدة اللي عرفتني يعني ايه حب. ايه؟ ايوه. وانت لما تعيشي حالة وهم بتعرفي الفرق بين اللي بيحب حد ولا لا؟ اه ماشي كده عندك حق صح. ومنيرة كانت وهم. كانت مرحلة وعدت وتعلمت منها كتير. اتعلمت افرق بين اللي بيحب واللي بيدور على الحب وخلاص. طب ودلوقتي؟ بموت فيك انت. هموتك لو بعدت عنك. انا مش قادر احب حد تاني خلاص بقى. عايز اكمل حياتي معاك. يعني هتكلم عماد وتقول له ان احنا هنتجوز؟ هتكلم اخوك من بكره كمان. طيب ماشي. انا عايزك بقى تيجي تشوف الكافيه اللي انا مشارك فيه عشان تعرفي شغلي وحياتي ماشيه ازاي. انت مشارك في كافيه؟ اه. برافو. وحاسس ان ربنا هيكرمني وانت معايا ووشك هيبقى حلو وهبقى حاجه جامده قوي. يا رب ان شاء الله. عارفه لما قربت مني بقيت مرتاح وشايف الدنيا بشكل تاني خالص. فكري في ايه؟ عايزه اتكلم معاك في موضوع، بس عايزاك تفكر فيه كويس قبل ما ترد عليا. عارفه. عارفه؟ ايه هو؟ ليلى ودماغها. صح. بص يا خالد، لو يوسف كان عايش ما كانش رد فعلي هيبقى كده. يمكن كنت هطلب منه الطلاق، وكنت همنعه من دخول البيت، وكنت هخليه ما يشوفش الولاد، ومش بعيد كنت ارفع قضيه في البلد اللي انا عايشه فيها واخليه يلف حوالين نفسه كمان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشر ده؟ مش شر، بس البني ادم بيتصرف كده لما يحس انه مخدوع. بس يوسف خلاص مش موجود، مفيش حاجة نتصارع عليها. المهم دلوقتي اللي باقي منه. فاهم قصدك. ابنه أمانة يا خالد. دي أكيد ملاك، مش بني آدم زينا. أنا مش ملاك ولا حاجة. بس أصل أنا مش هستفيد حاجة لما أحرم الطفل الصغير من إنه يعيش في خير أبوه. خاصة إن أنا ربنا عوضني بالنسخة الأجمل والأطيب من يوسف. أنا بحمد ربنا عليكي على فكرة. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أبقى واحدة زيك. طب أول ما نرجع كلم والدك وقول له إن مفيش داعي للصراع اللي بينه وبين ليلى. هي يعني هتاخد إيه يا أخي؟ شوية فلوس. المشكلة إن بابا حاسس إن الولد ده مش ابن يوسف. أيوه بس في شهود أهو. طب سيبك من الموضوع ده دلوقتي. نبقى نتكلم فيه لما نرجع مصر. المهم في حاجة مهمة أوي عايز أقول لك عليها. إيه؟ واحد. ايوه عمته بهيره. هو انتوا فين؟ اه انا فاكره انت قلتيلي، بس انا ما كنتش متخيله انت هتاخديه وتسافري اليومين دول. طب انتوا هتيجوا امتى؟ انا اجي؟ حاضر. طيب انا هحاول. ماشي يا عمته. حاضر. مع السلامه.
ايه يا ليلى حبيبتي؟ انت لسه زعلانه؟ انا عمري ما كنت مبسوطه. ليه بس كده؟ حرام عليكي، ده انت لازم تحمدي ربنا، وتحمدي ربنا اكتر من الاول كمان. اه انت لازم تعرفي ان ربنا بيحبك علشان بيحميكي من الحسد ومن عيون الناس. وبعدين لازم نفرح علشان ربنا لما بيبتلينا في الدنيا بيخفف عننا الذنوب. مش لازم بقى كده نحمد ربنا ولا لا؟ هو انت بتضحكي على نفسك وعلى عليا يا ماما؟ يا حبيبتي انا بقول الحقيقه، انا نفسي افهم بابا بيعمل ليه كده. انا عمري ما قلت له حاجه وحشه. وبعدين عايز يخلف ولد، ما يروح يتجوز يجيب الولد اللي هو عايزه. طب ما تحطيش الكلام ده في دماغك. لا يا ماما انا احط الكلام ده في دماغي. واقول لك حاجه، انا بقى احسن منه مليون مره، وهبقى اغنى منه مليون مره. عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، ده مهما كان برضو ابوك. طب عارفه بقى وانت صغيره؟ وانا ايه؟ وانا صغيره؟ وانا صغيره امتى؟ وانا مش فاكره حاجه خالص. يا ماما انا عمري ما حسيت بيه جنبي، عمري ما حسيت ان هو ابويا. خلاص بقى يا لا، ما تحطيش الكلام ده يا بنتي في دماغك. الا قولي لي بقى، انت عملتي ايه في الشغل؟ اشتغلت كويس قوي. انت قلتي لي ان الشغل ده بمرتب كبير مش كده؟ اه. الله، طب مش تقولي لي يا حبيبتي علشان نفرح سوا. على فكره والد سمير اتصل النهارده. سمير مين يا ماما؟ الموضوع ده خلاص انتهى، انا مش هتجوز، مش هخش اي جوازه غير لما اكون عارفه متاكده ان انا كسبانه منها وهتعليني واخد منها اللي انا عايزاه. ايه الكلام ده بس يا بنتي؟ حرام عليكي، كل اللي انت بتقوليه ده تفكير غلط. لا مش غلط، الغلط ان انا ارمي نفسي في حضن واحد يتحكم فيا. تفكري في يوسف؟ ايوه، هو في غيره اكيد دماغي؟ حب؟ اكيد حب، هيكون ايه يعني؟ طب هو لسه برضو عند كلامه؟ انا موافقه، ما عنديش مشكله يا منيره. يعني ايه موافقه يا ليلى؟ هتتجوزي في السر؟ انا عارفه انا بعمل ايه كويس. لا طبعا مش عارفه، ما ينفعش اللي انت بتعمليه حتى لو بتحبيه. على فكره بقى يا منيره، اللي زي يوسف ده ما ينفعش واحده تقول له لا، ويوم ما تقول له اه لازم تبقى عارفه هتعمل ايه بعد كده. ادخل يوسف. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا منير؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مش ناوية تتجوزي بقى عشان نطلع احنا الاربعه هنيمون مع بعض؟ ايه عندك عريس؟ اخ هدي الحاجه الوحيده ما بعرفش اعملها. ما بتعرفش تعملها ولا ما بتحبش تعملها؟ مش المثل بيقول لك امشي في جنازه وما تمشيش في جوازه؟ ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه على الصبح ده، في ايه؟ طيب هستأذن انا بقى عشان عندي شغل. اتفضلي. وحشتيني. ايه يا يوسف في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ بقول لك وحشتيني بفكر فيكي طول الليل. انت كذاب جدا على فكره. انت طول الليل تليفونك مشغول. والله بكلم عملاء. عملاء؟ عملاء اللي كنت بتكلم مراتك. مراتي مين؟ ده انت حبيبتي ومراتي. مش عارفه ليه يا يوسف حاسه ان انا الوحيده اللي شايفه ان انت بتحبني. انا خايفه الكلام يطلع صح. كلامي ايه؟ انك لاعب بتلعب بيا. ايه لأي كلام ده؟ أما ليه طلبت مني نتجوز في السر؟ عشان ظروفي كده يا ليلى، وانا ما ضحكتش عليكي وفهمت كل حاجه من الاول. ماشي يا يوسف،